عليكم، حياكم الله يا محطات، كيف أموركم؟ إن شاء الله بخير يا شباب. قبل شوية كنا في اتصال هاتفي مباشر مع السيد ياسين نخلاي، مستشار السيد أردوغان، وهدرزنا معاه على الوضع الميداني في ليبيا. طبعا السيد يبعثكم في تحياته وتحيات لأهل مصراته، وطبعا استفسرنا منه على دور الروس الآن، الانسحابات والأفلام اللي صايرة، انسحبوا وجو انسحبوا. قال طمن أهل مصراتة بأن روسيا لن تتواجه وجه لوجه، يعني لن مش حتتواجه يعني مع 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 تركيا في ليبيا، وقال لي بعون الله حنوصلوا لحل معاهم. وحسب الكلام اللي فهمناه منه ان هم الروس الان اقتنعوا بقوه الوفاق مع وجود الدوله التركيه والدعم القوي التركي، ان هم يبوا مقعد فقط لحفتر. وقال لي بعون الله راح نعطوكم المعلومات اول باول، وطمنوا اهل مصراتة. وللامانه اردوغان وياسين اقطاي وباقي الرئاسة التركية تبعت في تحياتها الخاصة لمدينة مصراتة، وراهم مشغولين واجد علينا على مدينة مصراتة، وبعون الله القادم خير بعون الله. قال لي خلي أهل مصراتة يعني ياخذوا بالهم، وإحنا معاكم أول بأول، ومش حنخلوا مصراتة يعني بالدرجة الأولى، ومش حتسقط يعني ثورتكم. وبارك الله فيكم يا محطات.